يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم ال محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفه ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي الحلقه الثامنه والخمسون البرنامج الذهبي. إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبده الذهبيه اعرف امامك وعرف بامامك المعرفه الذهبيه امامك دينك ودينك امامك العبادة الذهبية. رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية. طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء. طلاقا بائنا لا رجعة فيه. إن كنت, ان كنت راغبا, راغبا في إمامك. امامك ملحق بانوراما الظهور مثلما كان الحديث في حلقات البانوراما عن المستقبل فان الحديث في ملحق البانوراما عن الحاضر عن حاضرنا الشيعي عن واقعنا المعاش العنوان الاول الذي بدات فيه من عناوين هذا الملحق دجال سجستان هذه الحلقه هي الجزء الرابع من هذا العنوان لضيق الوقت ولكثره المطالب فانني لن اعيد ما تقدم من كلام في الحلقات الماضيه ولو على سبيل الايجاز والاختصار في الحلقه السابقه حدثتكم عن المؤسسات السيستانيه الغارقه في الفساد الى ابعد الحدود انني اتحدث عن جميع انواع الفساد عن الفساد العقائدي عن الفساد الاخلاقي عن الفساد الشرعي الديني عن الفساد الاداري عن الفساد المالي عن الفساد السياسي عن الفساد الاجتماعي كل انواع الفساد واضحه واضحه وظاهره في المؤسسات السيستانيه على اختلاف انواعها المؤسسات التي هي في النجف وفي العراق والمؤسسات التي هي في خارج العراق وحدثتكم ايضا عن الوكلاء والمعتمدين السيستانيين الساقطين اخلاقيا ودينيا رائحتهم الكريهه فاحت وفاحت وفاحت كل هذا مر علينا في الحلقه الماضيه حلقتنا اليوم وهي الجزء الرابع من عنواننا دجال سجستان احدثكم عن العلاقه السيستانيه الوثيقه بالبعثيين لعنه الله عليهم. هناك علاقه سيستانيه وثيقه جدا 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 بالبعثيين اللعنه لعنه الله عليه تكذبونني كذبوا الحقائق والوثائق انا كذاب ماذا تفعلون بالوثائق والحقائق القطعيه التي ساضعها بين ايديكم ماذا تفعلون ماذا تصنعون انا كذاب ليس مهما هذا لكن ماذا تصنعون بالوثائق وبالحقائق والدقائق التي سأضعها بين أيديكم. بالنسبة لي فإنني لا أستغرب هذا، أنني كنت معارضا للبعثيين منذ نعومة أظفاري، ونشأت في عائلة معارضة للبعثيين منذ أن فتحت عيني في هذه الدنيا، منذ أن أتذكر. هذه مساله واضحه بالنسبه لي لماذا لم يسفر البعثيون السيستاني في تسفيرات السبعينات لم يكن شخصا مهما لا قيمه له انذاك لا يعرفه احد وقد سفروا بسطاء الناس وسفروا وجهاء الناس في السبعينات العراقيون الذين يتذكرون تلك السنين يعرفون هذه الحقائق لماذا لم يسفر السيستاني وهو ايراني ايراني لا علاقه له بالعراق والوثائق العراقيه لماذا لم يسفر؟ لماذا لم يسفر احد من افراد اسرته؟ لماذا بقي السيستاني في العراق؟ لم يسفر في تسفيرات السبعينات وقد سفر الايرانيون وسفر غير الايرانيين ايضا لماذا لم يسفر السيستاني في تسفيرات الثمانينات لماذا لم يسفر هذا السؤال جوابه واضح جوابه واضح بالنسبه لي وبالنسبة للمطلعين على تفاصيل ما جرى ويجري في النجف الخوئي اعطى ضمانا بقائمة طويلة تشتمل على اسماء اصحابه واعوانه وخواصه ومن جملتهم السيستاني اعطى ضمانا وهم ايضا اعطوا ضمانا بانهم سيتعاونون مع البعثيين ويكونون كما يريد البعثيون وهذا هو السبب الذي لاجله لم يسفر السيستاني في تسفيرات السبعينات وفي تسفيرات الثمانينات لقد سفروا الناس جميعا الذين كان وجودهم قانوني والذين لم يكن وجودهم قانونيا الذين عاش أجدادهم وآباؤهم في العراق والذين جاءوا للدراسة في الحوزة في النجف لقد سفروا الجميع وهذا أمر معروف ما هو بقديم جدا السبعينات ما هي بقديمة الثمانينات ما هي بقديمة لماذا لم يسفر السيستاني في تسفيرات السبعينات وفي تسفيرات الثمانينات لأن الخوئي قد ضمن تعاونه مع البعثيين وهو كذلك اعطى ما اعطى من العهود للتعاون مع البعثيين ولهذا السبب بقي السيستاني وامثاله من اعوان الخوء في العراق في النجف قد يقول قائل من ان السيستاني اعتقل في حوادث الانتفاضه الشعبانيه وهذا ما هو بامر غريب او عجيب بالنسبه للبعثيين ولصدام فان صدام اعتقل اقرب الناس اليه واعدمه امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول صاحب السلطان كراكب الاسد لا يدري متى سينقلب عليه، متى سيطرحه ارضا ويفترسه هذا لا دليل فيه على ان العلاقه بين السيستاني والبعثيين لم تكن جيده هذا موضوع اخر انها الانتفاضه الشعبانيه والسيستاني لا علاقه له بهذا الموضوع لكن صدام اذا اراد ان يعتقل بخصوص موضوع لا ينسجم مع الذي يريده فانه سيعتقل الجميع وهذه الحكايه معروفه عن صدام وعن البعثيين ولكن صداما بعد ذلك دعم مرجعيه السيستاني الى ابعد الحدود فهذا السؤال يحمل الجواب لماذا لم يسفر البعثيون السيستاني في تسفيرات السبعينات ولماذا لم يسفر البعثيون السيستاني في تسفيرات الثمانينات اعتقد ان السؤال يحمل الجواب في داخله وبينت لكم الجواب ولكن حتى لو لم اكن قد اجبت على السؤال فان الجواب موجود في مضمون السؤال نفسه هناك الكثير من الاسئله التي تطرح تكون محتويه على الجواب وانما يثار السؤال لتحريك الاذهان قبل البعثيين الحكومه العراقيه ما كانت تتدخل بشكل مباشر في تنصيب المرجع في النجف اتحدث عن المرجع الاعلى الذي كان يتدخل بشكل مباشر شاه ايران شاه ايران عبر السفاره الايرانيه وعبر رجال الدين في النجف الذين يرتبطون بحكومه الشاه كان يتدخل الشاه الايراني بشكل مباشر في تعيين المرجع في النجف قطعا مع كبار التجار في بازار طهران حينما جاء البعثيون اول من تدخل بشكل مباشر في تعيين المرجع في النجف صدام حينما كان نائبا لرئيس مجلس قياده الثوره احمد حسن البكر كان رئيسا للجمهوريه لكن الشخصيه المتنفذه حتى في زمان البكر صدام وهذا امر يعرفه العراقيون الذين عاشوا تلك المرحله مشكله حدثت بين محسن الحكيم والبعثيين لا اريد ان احدثكم عن التاريخ هذه حكايات مفصله وقد تحدثت عنها بتفاصيلها في برامجي السابقه لا اريد ان اعيد الكلام إنما هي ومضات سريعة خاطفة مشكلة حدثت بين محسن الحكيم والبعثيين ولذا فإن البعثيين اتخذوا قرارهم إذا ما مات محسن الحكيم فلن يسمحوا لحكيمي أن يكون مرجعا من بعد محسن الحكيم وإلا فإن محسن الحكيم كان قد خطط وبشكل واسع ان تكون المرجعيه من بعده لولده الاكبر يوسف الحكيم وقد وزعت صور يوسف الحكيم في كل انحاء العراق في الشوارع وفي البيوت وفي الحسينيات وفي المساجد ما بقي مكان في المدن الشيعيه الا والصقوا عليه او الصقوا فيه صوره ليوسف الحكيم فكان البرنامج واضحا عند الحكيميين وعند انصار الحكيميين من ان المرجعيه ستذهب بشكل تلقائي الى يوسف الحكيم إنه الإبن الأكبر لمحسن الحكيم لكن صداما رفض ذلك وهدد يوسف الحكيم وسحب يده من المرجعية مع أن التخطيط كله من قبل محسن الحكيم والحكيميين أن تكون المرجعية ليوسف الحكاية فيها الكثير من التفاصيل لا اريد ان اخوض فيها فان الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب صدام كان يصر ان تكون المرجعيه خارج الاطار الحكيمي فاقترحوا عليه المعممون الذين في النجف والذين هم على صله مباشره بصدام والبعثيين اقترحوا عليه ان تكون المرجعيه لروح الله الخميني لماذا لانه على عداء مع الشاه والبعثيون كانوا على عداء وخلاف مع الشاه فلان الخميني على عداء مع الشاه هذا اولا وعلى عداء مع محسن الحكيم العداء كان واضحا والذي بدأ بالعداء ليس الخميني محسن الحكيم هو الذي بدأ بالعداء لأن شاه إيران كان يقلد محسن الحكيم بعد وفاة البروجردي الشاه كان يقلد حسين البروجردي الذي كان مرجعا اعلى في حوزه قم بعد وفاته فان الشاه قلد محسن الحكيم وكانت اخماس الشاه وهي اموال طائله تاتي سنويا لمحسن الحكيم الخميني عدو الشاه فكيف يكون الوفاق بين محسن الحكيم والخميني من هنا نشب العداء فاقترحوا على صدام ان تكون المرجعيه العليا في النجف للخميني لانه عدو الشاه ولانه عدو الحكيم ليس حكيميا هناك عداء شديد فيما بين الحكيميين والخميني صدام رفض هذا مع انه خيار معقول جدا لماذا لان الخمينيه كان شجاعا شجاعه الخميني هي التي منعت صداما ان يقبل بهذا الاقتراح فاقترحوا عليه شخصيه اخرى انه محمد الحسني البغدادي قالوا هذا عراقي من الكاظمية لا يعرف اللغة الفارسية ولا علاقة له بإيران أصلا وليس له من صلة بالشاه وعنده نفس عروبي وهو على خلاف شديد وعداوة شديدة مع محسن الحكيم لأن محسن الحكيم في زمانه عاد الجميع في النجف هذا ما لا تعرفه الشيعة حكاية طويلة مرجعيه محسن الحكيم صدام ايضا رفض هذا لماذا لان محمد الحسني البغدادي لم يكن جبانا كان اقتراح صدام ابحثوا لنا عن أجبن شخصية في النجف فنحن نريد مرجعا جبانا يكون مطيعا لأصغر موظفينا ولهذا السبب جاءوا بالخوء جاءوا بالخوء لجبنه وهذه القضية معروفة عن شخصية الخوئي كان جبانا خوافا بحسب التعابير الشعبية العراقية هناك تعبير يناسب حال الخوئي العراقيون يقولون فلان زوربة الخوئي هكذا كان الخوئي كان زوربة كان جبانا جدا وكان خوافا جدا بحيث مفوض ما قيمة المفوض؟ مفوض في الشرطة، مفوض في الأمن كان هو الذي يأمر الخوئي أن يفعل كذا وكذا بالضبط مثل ما كانت رؤية صدام لكن في المقابل فإن صدامًا دلل الخوئي ودلل أبناء الخوئي الخوئي وأبناؤه كانوا مدللين عند صدام إلى أبعد الحدود لا يكذبون عليكم يقولون لكم من ان البعثيين ضيقوا على الخوي ابدا لم يحدث هذا كانوا يضحكون علينا كنا صغارا كنا صغارا فتاتينا الاخبار في مناطقنا الجنوبيه في العراق يخبروننا في المساجد من ان الخوئي قد ضيق عليه البعثيون فقرأوا ادعية الفرج وكنا نقرأ الادعية والدموع تسيل من عيوننا لكي يفرج عن الخوئي وكل ذلك كذب وحق الحسين كان كذبا كان ضحكا على ذقون الشيعة وكنا نجأر من كل قلوبنا الهي عظم البلاء أدعية الفرج والحقيقة فالخوئي كان مدللا جدا عند صدام قد تقولون من أنه اعتقل في الانتفاضة الشعبانية اعتقلوا ولده وقتل ولده هذا شيء لا قيمة له بالنسبة لصدام أقرب الناس إليه من أهله وعشيرته وعائلته يعتقلهم ويذيبهم في الاسيد يذيبهم في التيزاب صدام لا يعبا بالقيم القيمه الوحيده عند صدام ان يحافظ على كرسيه ان يحافظ على وجوده ولا توجد قيمه اخرى في قاموس صدام صدام لا يعبا لا بعائلته ولا حتى بأقرب الناس إليه ولا بحزب البعث ولا بالعراق ولا بأي شيء آخر هذا هو حال الطغاة عبر التأريخ هذا هو حال السلاطين الجبابرة عبر التأريخ والى يومنا لكن في آخر الأمر فإن الخوئي كان مدللا وقد هيأ البعثيون الظروف لمرجعيه الخوئي ان تنتشر انتشارا واسعا. وهذا الموضوع فيه حكايات ووثائق وتفاصيل كثيره. لما مات الخوئي ونشأت مرجعيه السيستاني، لم تنشأ بشكل مباشر. لم يكن في ذهن محمد تقي الخوئي الذي كان بعثيا الى النخاع هذا هو الابن الخوئي الذي كان يدير مرجعيه ابيه بعد وفاه اخيه الاكبر جمال جمال الخوئي جمال الدين محمد تقي الخوئي كان هو اللولب الرئيس في اداره مرجعيه ابيه كل الامور كانت بيده كل المؤسسات تحت امرته الجميع عبيد عنده السيستاني نفسه كان بمثابه غلام صغير بين يدي محمد تقي الخوئي مع انه كان في سن اولاده وهو الذي نصبه مرجعا لكن متى نصبه مرجعا؟ بعد ان حاول ان يتفق مع العديد من الشخصيات ان يتصدوا للمرجعيه من بعد الخوء ورفضوا لانهم اشترطوا عليه شروطا وهو رفضها فكان هناك حديث مع محمد الروحاني وكان هناك حديث مع عبد الأعلى السبزواري وكان هناك حديث مع علي البهشتي وكان هناك حديث مع علي الغروي وكان وكان والسيستاني بجانبه لم يطرأ في ذهنه أن يفاتح السيستانية بالمرجعية لكن بعد ان ياس من الاتفاق مع الشخصيات المحتمله في ذهنه لجا الى السيستاني ما ان فاتحه وافق من دون شروط لكن السيستاني ثعلب دجال ابن اوى كان يريد ان يتمكن وبعد ذلك سيطالب بالذي طالبوا به بماذا طالبوا محمد الروحاني بماذا طالب محمد الروحاني هو شقيق صادق الروحاني صاحب الفتوى التي حدثتكم عنها يوم امس في ان الزوجه يجوز لها ان تلوط بزوجها محمد الروحاني اشترط على محمد تقي الخوئي ان يسلمه الاموال اموال الخوئي وان يسلمه المؤسسات فرفض محمد تقي الخوئي البقيه كذلك اشترطوا هذه الشروط وسيستاني كان على علم بشروطهم لكن سيستاني لم يشترط شيئا الى ان تمكن من الامر الى ان تمكن من الامر فارسل محمد مهدي شمس الدين، الشخصية اللبنانية أرسله إلى لندن يمثله في أن يتسلط على الأموال والمؤسسات فطرده الخوئيون طردوا وحدث الانفصام الحاد فيما بين السيستاني والخوئي الرسالة التي وصلت من السيستاني إلى الخوئيين وفي الوقت نفسه وصل محمد مهدي شمس الدين بتاريخ 23 شوال 1414 للهجرة هذا هو تأريخ الرسالة هذا الملف يشتمل على الرسائل والوثائق لا أجد وقتا للدخول في تفاصيلها وهذه المطالب تحدثت عنها بالتفصيل في الحلقات حلقة ستة إلى حلقة تسعة من برنامج مجزرة سبايكر إذا كنتم تريدون أن تعرفوا الحقائق والوثائق كاملة فعودوا إلى تلك الحلقات لا أستطيع أن أتحدث عنها لضيق الوقت من حلقة 16 إلى حلقة تسعة من برنامج مجزرة سبايكر وأيضا من حلقة ثمانية وثلاثين الى حلقة ستة وخمسين من برنامج الخاتمة هذه الحلقات بمثابة موسوعة مفصلة عن السيستاني وتاريخه ومرجعيته بالوثائق والحقائق والدقائق بتاريخ 23 شوال ألف وصلت الرسالة بهذا التاريخ في تلك الأيام ووصل محمد مهدي شمس الدين ونشب الخلاف فيما بين الخوئيين والسيستاني أخطر شخصية على مرجعية السيستاني محمد تقي الخوئي قتل بتأريخ 12 صفر 1415 هجري قمري بالضبط بعد الخلاف الذي نشب فيما بين السيستاني ومحمد تقي الخوئي قتل بعد ثلاثة أشهر و عشر يوم قتل في طريق كربلاء ما بين النجف وكربلاء بحادث سير البعثيون وجدوا في صاحبهم في محمد تقي الخوئي الذي كان من اعز اصدقائهم وجدوا فيه خطرا على مرجعيه السيستاني فقتلوه قدموا للسيستاني اعظم خدمه البعض يتهم السيستانيه بقتله لكنني لا اعتقد هذا لا يوجد دليل على هذا هذا اسلوب البعثيين حينما يصفون شخصيه لامر من الامور يجدون في ذلك مصلحه وهو ليس معاديا لهم فلا يقتلونه بالرصاص ولا يلقون القبض عليه ويودعونه في السجون إنهم يقتلونه بهذه الطريقة فخلصوا السيستانية من أقوى شخصية يمكنها أن تدمر مرجعيته محمد تقي الخوئي كان قادرا على تدمير مرجعية السيستاني حينما أدرك البعثيون هذا قاموا بتصفيته لكي تبقى هذه المرجعية التي هي أكثر جبنا من مرجعية الخوي وأكثر ضعفا وخورا من مرجعية الخوي ولذا اشتغلوا على توفير الظروف المناسبة لهذه المرجعية سذج الشيعة حينما يسمعون بأن البعثيين منعوا السيستاني من أداء الصلاة في جامع الخضراء وهو الجامع الذي كان يصلي فيه الخوئي في مسجد الخضراء سذج الشيعة يعدون هذا ظلما وفي الحقيقة الشيعة كلهم سذجون لأن المرجعية صنعت منهم حميرا ديخيين لكن البعثيين يريدون أن يعلوا من شأن أهسيستاني لأن الشيعة تزداد حبا وعلاقة بالمرجع الذي يتعرض للظلم وللضغط من قبل الحكومة العراقية السيستاني لم يتعرض لاي ضغط هذه العمليه كانت لصالح مرجعيته وهو يعرف ذلك جيدا البحثيون ايضا قدموا خدمه رائعه للسيستاني حينما قتلوا محمد الصدر البعثيون هم الذين قتلوا فأزاحوا عثرة كبيرة ومنغصا من المنغصات العسيرة من أمام طريق مرجعية السيستاني البعثيون قدموا خدمات جليله للسيستاني وهم كانوا يعملون بوعي ودقه وتخطيط وكان السيستاني يقتنص تلك الفوائد والمنافع الموضوع طويل وعريض قلت لكم تستطيعون ان تعودوا الى الحلقات التي اشرت اليها خصوصا في برنامج مجزره سبايكر لان الكلام كان مفصلا في هذه الجهات صار السيستاني مرجعا بتنصيب من محمد تقي الخوئي فقط ولذلك كان قادرا على ان يدمر مرجعيته. اتحدى السيستانيين ان يظهروا لنا وثيقه تقول من ان احد معممي النجف من المراجع من العلماء المعروفين ايد مرجعيه السيستاني انذاك ليس الان الان صار سلطانا وحاكما اتحدث عن بدايه مرجعيته لاننا حينما نراجع وقائع التاريخ فان العلماء والمراجع المعروفين انذاك كانوا رافضين لمرجعيته وهناك فتوى شهيره لمرجع من مراجع تلك الايام للميرزا علي الغروي حرم فيها تقليد السيستاني وبعد فتره قتل الرجل قتل بالرصاص قتل قتله بشعه جدا في الطريق ما بين النجف وكربلاء وقتل الذين معه ايضا. كانت قتلة بشعة جدا. فلقد ملأوا وجهه رأسه صدره جسمه بالرصاص. حكايات مفصلة لا أريد أن أخوض فيها الآن. رجاء اعرضوا لنا صوره فتوى الميرزا علي الغروي التي يحرم فيها تقليد السيستاني في بدايات مرجعيته اعرضوا لنا صوره الفتوى هذه صوره الفتوى سأقرأها عليكم رجاء ان اتركوها على الشاشة. السؤال الموجه للميرزا علي الغروي كثر اللغط والكلام حول سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله فهل هو عالم مجتهد وهل اطلعتم على كتبه ومؤلفاته وهل يجوز الرجوع له في المسائل الاحتياطيه باسمه تعالى ذكرنا مرارا انه لا يجوز تقليد الشخص المذكور ولا تأييده باي وجه كان وكذا لا يجوز تأييد من يؤيده هذه الفتوى مشهوره في زمانها وتركت اثرا واضحا في الاجواء الحوزويه في النجف ولكن بعد مده قتل علي الغروي ونسي الموضوع وقتل من قتل وزالت العوائق والموانع من امامي طريق مرجعيه السيستاني هذا الذي كان موجودا اتحدى السيستانيين ان ياتوا بشيء يخالف هذا رجاء اعرضوا لنا صوره الميرزا علي الغروي صاحب هذه الفتوى هذا هو الميرزا علي الغروي الذي افتى بحرمه تقليد السيستاني في بدايه مرجعيته حينما نصبه محمد تقي الخوئي مرجعا على الشيعه حكايه العبث وحكايه الضحك على الذقون انها حكايه قديمه منذ ان اسس الطوسي المشؤوم الحوزة اللعينة في النجف سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة بعدما مات الطوسي جاءنا ولده الغبي الذي لا يفقه شيئا وبقي مرجعا للشيعة لمدة ستين عاما ما يقرب من ستين عاما بقي ابن الطوسي مرجعا للشيعة وكان غبيا وناصبيا في الوقت نفسه ولذا فإن النواصب يمتدحونه حينما يذكرونه في كتبه ومن بعده جاء ولده أعني حفيد الطوسي ومن بعده جاء حفيد الطوسي من بنته التي كان قد زوجها لسادن الروضه الحيدريه الذي كان منصبا من قبل الدوله البويهيه تريدون ان تعرفوا هذه الحقائق عودوا الى برنامج ما بين واقعين الى مجموعه الاربعين حلقه التي تحدثت فيها عن المذهب الطوسي وبالوثائق والحقائق والدقائق مسخرة نحن مضحكة نذهب إلى فاصل ومن ذاكرة تلك الأيام محمد الصدر يحدثنا في هذا الفيديو بعد أن تصديتم للتقليد شنت حملة عشواء عليكم شعوة شعوة عليكم من من قبل مجموعة لها باع طويل في الحوزة يتهمونكم بأنكم عميل للحكومة بعد أن كنتم قبل هذه الفترة أي فترة التصدي يعتبرونكم أنفسهم من أشد أعداء الدولة وينبغي التفرق عنكم فما هو السبب؟ لعله ظهر أنهم يريدون بصراحة وغروة وإن لم يكن ذلك قالوه بلسانهم ولكن بلسان حالهم أن كل شيء في الحوزة وفي النزف وفي التشيع عموما أزمته بيدهم يفعلون ما يشاءون ولا من يشاء غيرهم مع كل من الذي يتصدى لأن يقول أو يرفع صوته بقليل أو كثير أو يناقش السيف المعدوي موجود لا يبقى له راس ولا رجل فالسيف المعنوي كان موجه في سبيل ان يتخلصوا مني بكل صورة لا. لانه يتوسمون مني شنو؟ قدره اي يتوسموني شرا علي لا. وانا طبعا ابن عم السيد سيد الباقر، وهم آنوا في الحقيقه من الضغط المرجعي الموجود الخلاف مع بين مرجعيه سيد محمد الباقر والسيد الخوري ومن هذه الناحية أنا وليس الشرع بهذا المعنى فينبغي أن يطموني بالترى لا أكثر ولا أقل فكان أحسن أطروحة أولية لهم شنو؟ أن هذا لا ينبغي الاتصال به لأن على داره مش نقل كل من يتصل به يدرس عنده أو يدرسه أو يأخذ منه مال أو يدفع له مال أو يأخذ منه ورقة أو يدفع الى اخره او يزوره او يسلم عليه بالصحن. فينبغي ان يحذر يحذر يحذر. فرقوا الناس عني الى حد هذا الذي شرحته. قلت قبل قليل ايضا ان هذا الوضع بقي الى حين غمض عين السيد الخوري. انقلبت الصفر الى هذه الصفحة ايضا هو اسلوب اخر من شنو؟ لتفريق الناس عني بالضبط. وذلك أنه يعني انا عميل اما استخبارات اما اوقاف اما بلي ضابط اما بلي مرجع جعلتني بغداد لاجل شنو؟ لاجل مقابل سيد السبزواري زواري حتى لا يكون هناك مرجع فارسي بل عربي وعراقي ونحو ذلك من الكلمات حرام الاتصال لا يرضي الله سبحانه وتعالى بطبيعه الحال لانه عميل والعميل شيطان وشيطان في جهنم وسائل قصيره هذا كله ايضا الناس عني واستطاعوا لو ان يعني الله تعالى كفاني بالتدريج ان ان اكفى هذه هذه المهمه ولعله كما ربما في بعض الاسئله خارج العراق لا زالوا شنو؟ لا زال جمله من الناس مرتكز عندهم هذا الامر وارجو من الله تعالى ان يغسل قلوبهم من ذلك يعني من هذه الناحيه يعني شنو سبب مشترك لهذه الجهة وانا في حدود وانا في حدود فهمي على انه عدة جهات هي التي شنو؟ شاركت في هذه ليس الجهة ليست جهة واحدة طبعا القدر متيقن جهة حوزوية موجودة وايضا جهة خارجية في في المجتمع العراقي موجودة وجهة خارجية في خارج العراق ايضا موجودة اكيدا هم دينية يوجد وهم أيضا دنيوية توجد وإلى الفيديو الثاني هل <applause> سيدنا أيضا إشكالهم الآخر يقولون بأن منع السيد السيستاني من الصلاة في مجد الخضراء وإبقاء سيد محمد صلى الله عليه وسلم أن يصلي في الحرم الحيدري فهذا دليل آخر على قولهم حبيبي أنا قلت في جوابه طبعا وإن كان بيان على كل حال أقول مختصر مفيد أنهم يعلمون أن من يعارضونه يصعد اجتماعيا ويحسن ظن الناس ومن يوافقونه ويظهرون مدحه ويعني لا بغض النظر عنه ينزل اجتماعيا ويشاءه به وهذا تخطيط موجود دائما فلذا ضرب السيد السيستاني لكي يصعد لنفعه وتخطيطات اخرى الله اعلم والى الفيديو الثالث فمن هذه الناحيه الحقيقه الناس يعني من كنت اتعاطف معهم وكنت أحبهم وكان لي علاقه بهم اخوان من ومن غير المحتمل امام الله سبحانه وتعالى وامام رسوله وامام امير المؤمنين ان يعني افعل مثل هذا الفعل مضافا آه. الى ان المفهومين متعددين الدوله آه. العراقيه والدوله الايرانيه والمجاهدية وربما اخرين يعني الوهابيين مثلا او ربما فرد احزاب معينه في داخل ايران او في خارج ايران وكذلك الشيء الذي اريد ان ازيده الان مثلا يفترض ان مرجع ما يريد ان يوسع مرجعيته ويتخلص من معارضيه من قال هو الشيخ محمد الصدر لعله فلان لعله فلان ما اذا ما ربما مرجع اخر تخلص منهم لاجل شنو؟ لاجل توسيع مرجعيته آه لماذا يتعين ان آه الشيخ محمد الصدر يريد ان يوسع مرجعيته بهذه الترتيب ربما مرجع اخر يريد ان يوسع مرجعيته وين آه من قبل ما له هذه المقدمه ينبغي اخذها اخذها بنظر الاعتبار وهو ان العلاقه بين الشيخ الغروي وما بين ذاك الاتجاه الذي يمثله المحقق الخوي والسيد السيستاني علاقه تباين وعداوه منذ حوالي 25 الى 30 سنه والى حين مقتل الشيخ الغروي كنت روحه ف يعني قد يكون من المناسب انه يراد من التخلص منه، لأجل رفع بعض الملامح عن انتشار مرجعيه الجماعة الذي يؤمنون به فمن <applause> هذه الناحية هذا الشيء يكون كثيراً أرجح من أنه أنا أقتل صديقه هو إذا قتله يقتل أبوه من معاه. أنا إذا قتلت أقتل صديقي العقل شريك حبيبي ماذا ينبغي أن يكون هو الأولاد بطبيعة الحال لا أريد أن أعلق على هذه المعطيات لكنني عرضتها بين أيديكم كي تعرفوا جانبا مما كان يجري في تلك الأيام في بداية مرجعية السيستاني مثل ما عرضت لكم فتوى الغروي وهذا حديث محمد الصدر بنفسه إنها الأجواء الملوثة إنها الأجواء الوسخة التي هي موجودة دائما في النجف وكربلاء هكذا تجري أمور المرجعية الشيعية على طول الزمان وليس في هذا المقطع الزماني الذي أحدثكم عنه الآن الأمر مستمر إلى هذه اللحظة وسيبقى على هذه الجديلة وعلى هذه الطريقة إلى يوم الخلاص إلى يوم الخلاص ما دامت ما دامت الشيعة مستحمرة من قبل آيات الشيطان العظمى مرتضى الكشميري صهر السيستاني والذي نصبه اميرا على الشيعه في العالم الغربي في الحلقه الماضيه كانت الوثائق واضحه وصريحه التي تكشف عن فساد هذا الرجل وفجوره ومن جمله هذه الوثائق ما كتبه اخوه حسن الكشميري في كتابه من داخل المدار وقد قرات ذلك عليكم حينما ذكر محاوره فيما بينه وبين صديق هل هي محاوره حقيقيه ام انها طريقة لبيان الحقائق عبر هذا الاسلوب في الكتابة والبيان قال: سمعت انه يلهو ويختلي نقاط و, و ونسمع عنه اشياء قلت لكم هذه النقاط انتم املأوها قال سمعت انه صديقه صديق حسن الكشميري اكان حقيقيا ام كان مفترضا؟ قال سمعت انه يلهو ويختلي نقاط و و ونسمع عنه اشياء قلت نعم ولكن هون ما عليك فانه صهر قال ويزعم انه بعثي. أصحيح هذا؟ قلت نعم وهناك وثيقة بقلمه وخط يده وهو يتعهد فيها بالتعاون مع حزب البعث ويبارك ثورة البعث فاضطرب الرجل وهو يصرخ قائلا وصحيح انه كان يكتب التقارير لمراكز البعث دعونا نستمع إلى إياد جمال الدين يحدثنا عن هذه الجهة وهو من أخبر الناس بمرتضى الكشميري فإياد جمال الدين نجفي ومن العوائل العلمية في النجف وهو على صلة بهذه الأجواء وممارس لسياسة شخصيه معروفه اياد جمال الدين لكن سيد المرجعيه ايضا اخذت دورها واعطت اعطت وقت اعطت وقت اسبوعين تقدم الجنات هذا اللي تقدر عليه من الجنات اللي باسم المرجعيه صار المرجعيه واحد اسمه مرتضى كشميري باكستاني صهر رجل ايراني، سيد ايراني، وصهر كشميري باكستاني، وقاعد بلندن يقول انا عمي ابو مختي يرتب الراء، يقدر يطير الحكومه بكلمتين، ولا بصدق كذب؟ انت أمشي الجاسوس تكتب تقارير للامن من اجل يجددون اقامتك بايام صدام، الان تفرعن تفرعن يقول احنا نسقط الحكومه العراقيه يسقط الحكومة كيمتين صدق جذب ولك انت تركض ورا نجم اجراءه وشرطي مع الامن حتى يجدد لك اقامة يا طرطور طيب الان تفرعنوا تفرعنوا المرجعية يجب ان تطهر نفسها قبل ان تطالب بتطهير ذول الزبالة طيب سيد الان المرجعية في خطر والتشيع في خطر بسبب الفساد المتغطي بالعمامه بعمامه المرجعيه كلهم رافعين شعار التشيع انا طلعت مو شيعي انا طلعت بعثي انا طلعت من الأيتام صدام انا طلعت ويا السعوديه انا طلعت ناصبي مو هم الحراميه اللي شوهوا اسم التشيع وشوهوا اسم المرجعيه يا جمال الدين للمجامله يقول على المرجعيه ان تطهر نفسها والا هو يعرف ماذا يجري في كواليس المرجعيه لكنني ساعلق على كلامه بحسب ما قاله مع علمي انه مطلع على التفاصيل لكنني ساعلق على كلامه بحسب ما جاء في هذا الفيديو انه يطالب المرجعيه بان تطهر نفسها سيد إيهاد عين النجاسة لا يمكن أن تطهر ما هي المرجعية هي عين النجاسة عين النجاسة لا يمكن أن تطهر لا بد أن تزال أنت تعرف هذا من أن المتنجس هو الذي يطهر أما عين النجاسة كيف يمكننا أن نطهرها المرجعية هي عين النجاسة فهذا الكلام ليس منطقيا انك تطالب المرجعيه بان تتطهر عليك ان تطالب الذين تنجسوا بنجاسه المرجعيه ان يتطهروا من عين النجاسه هذه عليك ان تطالب اتباع المرجعيه في ان يتطهروا من عين النجاسه هذه والا فان عين النجاسه لا يمكن ان تتطهر علينا ان نزيلها ان نزيل عين النجاسه هذه هي الحقيقه من الاخر اعود الى ما كتبه حسن الكشميري بخصوص اخيه مرتضى الكشميري الذي يكتب التقارير مثلما تحدث اياد جمال الدين وكلامه صحيح 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 بدرجة مئة بالمئة هذا الأمر يعرفه المعممون في النجف من أن مرتضى الكشميري كان كاتب تقارير للبعثيين بتعبير واضح كان مخبرا كان مخبرا للبعثيين وصحيح أنه كان يكتب التقارير لمراكز البعث ضد بعض الافراد وعينته السلطه البعثيه مسؤولا في الحوزه عن الطلبه الهنود والباكستانيين قلت نعم نعم ولكن طول بالك انه صهر انه صهر المرجعيه التي هي عين النجاسه وعين الرجاسه هذا هو واقعنا هذا هو واقعنا اذا اردنا ان نتخلص من واقعنا هذا علينا ان نعالج انفسنا بانفسنا المشكله في واقعنا ولن ياتي احد من خارج واقعنا كي يخلصنا من مشكلتنا هذه علينا ان نتخلص من مشاكلنا بانفسنا والا ستبقى الامور كما هي والبدايه لا بد ان تكون من قطيعه فيما بيننا وبين هذه العيون النجسه وبين هذه النجاسات لا بد من قطيعه كامله على المستوى العقائدي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي وعلى جميع المستويات الاخرى والا سنبقى في احضان هؤلاء الذين وصفهم امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في روايه التخليد من انهم اضر على الشيعه من جيش يزيد على الحسين بن علي واصحابه اما وثائق بعثيه مرتضى الكشميري فها هي بين يدي هذه النسخه الاصليه للرساله التي وصلتني من السيد حسن الكشميري بخط يده وقد وقعها بتوقيعين لتأكيد صدور الرسالة من عنده وقعها بتوقيعين في آخر الرسالة بتأريخ واحد ستة ألفين وستة ميلادي وأرفقها بالوثيقة التي تثبت بعثية مرتضى الكشميري رجاء اعرضوا لنا صوره الرساله التي وصلتني من السيد حسن الكشميري وهي تتالف من صفحتين اعرضوا لنا الصفحه الاولى هذه هي الصفحه الاولى من رساله السيد حسن الكشميري واعرضوا لنا الصفحة الثانية هذه الصفحة الثانية وتلاحظون في اخر سطور الرسالة هناك توقيعان هذان التوقيعان للسيد حسن الكشميري جعل توقيعه مرتين لتأكيد ان الرسالة قد صدرت منه ومثل ما قلت لكم هي بتأريخ واحد ستة الفين وستعش ميلادي سأقرأ عليكم جانبا مما جاء في الرسالة إذا أردتم أن تطلعوا على كل التفاصيل عودوا إلى الحلقات التي أشرت إليها قبل قليل إن كان ذلك في برنامج مجزرة سبايكر أو كان ذلك في برنامج الخاتمة لا أستطيع أن أعيد كل تلك التفاصيل التي ذكرتها هناك لضيق الوقت سؤال كان يحير ذهن حسن الكشميري حسن الكشميري امه عراقيه بينما مرتضى الكشميري امه باكستانيه قدموا طلبا لكي يحصلوا على الجنسيه العراقيه حسن الكشميري مع ان امه عراقيه لم يمنح الجنسيه بينما مرتضى الكشميري مع ان امه باكستانيه منح الجنسيه العراقيه حسن الكشميري يقول هذه حيره بقيت في ذهني الى ان يقول وعبر الزمان ومرت السنين اقرا الكلام مثلما كتبه بقلمه في الرساله وعبر الزمان ومرت السنين وسقط النظام النظام البعثي وكنت يوما عند صديقي الاستاذ عدنان الاسدي هو كتب هنا وزير الداخليه لم يكن عدنان الاسدي وزيرا للداخليه وانما كان وكيلا في وزاره الداخليه وجرى في غرفته مع بعض كبار موظفيه الحديث حول هذه القصه انه لماذا ما استطعت ان احصل على الجنسيه العراقيه مع ان امي عراقيه بينما مرتضى الكشميري وهو اخي امه باكستانيه استطاع ان يحصل على الجنسيه العراقيه فقال لي احد الضباط في الوزاره اعطني الاسم فاعطيته مرتضى علي مرتضى هذا هو مرتضى الكشميري ومهدي علي مرتضى هذا اخوه من امه وابي فمضى وجاءني ضاحكا وبيده هذه الوثيقه انها الوثيقه التي سأعرضها عليكم بعد قليل وقد سحبها من الملف وهي بخط السيد مرتضى مرتضى الكشميري أؤكد بخطه وتوقيعه واخيه فعلمت عندها السبب في قبول طلب ورفض طلب الى اخر ما جاء في الرساله حيث ان منظمه حزب البعث في النجف الاشرف هي التي دعمت مرتضى الكشميري وجعلته عراقيا بجنسيه عراقيه لانه كان بعثيا كما اخبرني هذا الضابط في مكتب وزير الداخليه بان طلب اخيك كان مرفقا بتوصية كتبية خطية من السيد عبد الحسين الرفاعي مسؤول منظمة حزب البعث في النجف الاشرف الى اخر ما جاء في الرسالة رجاء اعرضوا لنا وثيقة مرتضى الكشميري هذه هي انها الوثيقة بتوقيعه بتوقيع مرتضى الكشميري وتوقيع اخيه مهدي هذه الوثيقه بتاريخ خمسه عشر الف وتسعمائه واربعه وسبعين ماذا نقرا في هذه الوثيقه اقرا بعضا مما كتبه مرتضى الكشميري الى السيد وزير الداخليه المحترم بغداد لقد دابت ثوره السابع عشر من تموز منذ انطلاقتها الاولى هذه التعابير تعابير البعثيين هكذا كان يكتب البعثيون العراقيون يعرفون هذا هذا المذاق بعثي خالص لقد دابت ثورة السابعة عشر من تموز منذ انطلاقتها الأولى وحتى ذكراها السابعة على توظيف الطاقات وتقديم الإنجازات لهذا الشعب على اختلاف طبقاته بقيادة حزبها القائد حزب البحث العربي الاشتراكي ولما عودنا المسؤولون فيها على تقبل هموم الناس وحل مشاكلهم شجعنا ذلك على تقديم طلبنا هذا إليكم لا سيما ونحن نعيش في غمرة أفراح ثورتي تموز المجيدتين ثورتي تموز المجيدتين إنها ثورة السابعة عشر وثوره الثلاثين من تموز كما كان البعثيون يحتفلون بهاتين المناسبتين ونحن نعيش في غمره افراح ثورتي تموز المجيدتين املين ان نكون موضع ثقتكم في طلبنا هذا يا سياده الوزير الى اخر ما جاء في هذه الرساله البعثيه الكشميريه السيستانيه بامتياز فهذا مرتضى الكشميري بعثي الى النخاع تاريخ الرساله خمسة دعش الف وأربعة 1974 هو صهر السيستاني هذه حقائق هذه حقائق ما تحدث به اياد جمال الدين كان حقيقه كان خادما وعبدا ذليلا عند البعثيين وعند رجال الامن الحقراء هذا هو واقعهم هذا هو واقعهم نذهب الى فاصل يا خير المرهوبين يا خير المرهوبين يا خير المطلوبين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير المذكورين يا خير المشكورين يا خير المحبوبين يا ادعوين يا خير المستانسين سبحانك يا الله اللهم اني اسالك باسمك يا غافر يا صادق يا قادر فتاوى السيستاني لحماية البعثيين لا أتحدث عن بيانات السيستاني وفتاواه لدعم صدام لأن ذلك قد يقع تحت عنوان التقية لا أتحدث عن هذا الموضوع لكنني أتحدث عن الفتاوى السيستانية المحاميه والمدافعه عن البعثيين بعد سقوط النظام البعثي لماذا هو لا يريد زوال البعثيين لماذا لانه يخاف من الحكومه الايرانيه اذا بقي البعثيون فانهم سيشكلون منغصا للإيرانيين لأن السيستانية يخاف أن تتغول السلطة الإيرانية في العراق وتتمكن من أن تنصب المرجع الأعلى من بعد السيستاني وهو يريدها لولده محمد رضا ولذا فإنه يقوي علاقته بالبعثيين يقوي علاقته بالامريكان يقوي علاقته بالوهابيين بالجهات الناصبيه وهذا كله موثق وساعرض الوثائق بين ايديكم وكذبوني كذبوني ان استطعتم كذبوني هذا الكتاب من كتب السيستانيين النصوص الصادره عن سماحه السيد السيستاني دام ظله في المساله العراقيه حامد الخفاف انه ناطق رسمي عن السيستاني يتواجد في لبنان شخص معروف في الاجواء السيستانيه هذه طبعه دار المؤرخ العربي بيروت لبنان الطبعة الأولى 2007 ميلادي من الكتب التي يوزعها السيستانيون في مكاتبهم ويوفرها السيستانيون مجانا لأتباعهم في الصفحة الخامسة والعشرين السؤال الرابع بعد سقوط النظام وقعت اعداد هائله من ملفات الاجهزه الامنيه في ايدي بعض المؤمنين هل يجوز نشر ما تضمنتها من اسماء عملاء النظام والمتعاونين معه؟ قطعا من جملتهم مرتضى الكشميري ومن جملتهم سيكون اسيستاني نفسه انها القائمه التي قدمها الخوئي وتعهد بان هؤلاء سيكونون في حاله تعاون مع النظام البعثي ولذا لم يسفروهم لا في السبعينات ولا في الثمانينات الحكايه هي هي الخوئي قدم القائمه في تسفيرات السبعينات وقدم القائمه ايضا في تسفيرات الثمانينات بعد سقوط النظام وقعت اعداد هائله من ملفات الاجهزه الامنيه في ايدي بعض المؤمنين هل يجوز نشر ما تضمنتها من اسماء عملاء النظام والمتعاونين معه ماذا يفتي السيستاني؟ لا يجوز ذلك السيستاني يدافع عن الوكلاء الفاسدين مثل ما مر علينا يوم أمس وقرأت عليكم فتواه من رسالته العملية التي عنوانها الفقه للمغتربين وها أني أقرأ عليكم فتاواه في الدفاع عن البعثيين المجرمين لا يجوز ذلك بل لا بد من حفظها وجعلها تحت تصرف الجهة ذات الصلاحية، نحن الآن نحن الآن في سنة 2024 ولا توجد جهة صالحة في العراق فما بالكم وهذا الكلام كان في سنة 2003 نحن الآن في سنة 2024 لا توجد جهة شريفة في العراق السلطة العراقية سلطة قبيحة قذرة بكل مؤسساتها وتشكيلاتها لا يجوز ذلك بل لا بد من حفظها وجعلها تحت تصرف الجهة ذات الصلاحية ويستمر الكلام في هذا السياق في نفس هذا السياق انه يدافع عن البعثيين لماذا يدافع عن البعثيين لانه لم يتاذى منهم هذا الكلام اذا ما وجهنا السؤال الى العوائل التي دمرها البعثيون هل يقتنعون بمثل هذه الفتاوى هذه فساوى وما هي فتاوى هذه فساوى السيستاني العوائل التي ذبح اولادها وهتكت اعراضها ويبحثون عن الذين فعلوا ذلك بهم ولا يتوقعون عداله لا من المرجعيه القذره ولا من الحكومه القذره ايضا هل يقتنعون بمثل هذا الهراء بل الخراء هذا هو واقع المرجعيه السيستانيه القذره انني قرات عليكم من الصفحه الخامسه والعشرين الكلام كان بحروف الطباعه الحديثه لكن النص المكتوبه بخط اليد للاسئله وللاجوبه موجود في صفحه 325 ورقم الوثيقه 11 يمكنكم ان تعودوا الى الوثيقه في نسختها الاصليه صفحه 325 رقم الوثيقه 11 بخط اليد مع الختم الشرعي الرسمي لمكتب السيستاني قلت لكم انني لا اتحدث عن فتاوى السيستاني في الزمن الصدامي ايام صدام لانها قد تكون صادره تحت عنوان التقيه لكن ما معنى هذه الفتاوى لماذا السيستاني يصدر الفتاوى للتستر على الوكلاء الفاسدين؟ لماذا يصدر الفتاوى للتستر على البعثيين العملاء المجرمين؟ لماذا؟ ما هي الحكمه في ذلك؟ لماذا يصدر الفتاوى لصالح السنه والنواصب؟ لماذا؟ أنا أسألكم هل أصدر فتوى لصالح الشيعة؟ متى؟ حينما كان النواصب يذبحون الشيعة إنها الفترة التي تسيد فيها الإرهاب السني في العراق وذبحوا الشيعة ما هي فتوى السيستاني؟ منع الشيعه من ان يدافعوا عن انفسهم وفي بعض الوقائع تدخل بشكل مباشر ويمكنني ان اذكر هذه الوقائع وباشخاصها وشخوصها وماذا جرى في تلك الوقائع؟ وكان كلامه المشهور من اننا لن نرد على السنه حتى لو ذبحوا نصف اولادنا هو لم يتأذى حتى في خليه واحده من جسمه ولا في خليه واحده عند اي ولد من اولاده او عند اي حفيد من احفاده وشباب الشيعة يذبحون يوميا والسيستاني يمنع الشيعة من الدفاع عن انفسهم ويقول حتى لو ذبحوا نصف اولاد الشيعة تبرع بهم فاننا لن نرد على السنة هذه هي التي شجعت هذه الفتوى وهذا الكلام هو الذي شجع الارهابيين أن يتصرفوا بحرية كاملة في المناطق الشيعية، وما كانوا يخافون شيئا. هناك من ضمن لهم الحماية، من وفر لهم الحصانة. إنه السيستاني اللعين. هذه هي الحقيقة. هذا الأمر يعرفه العراقيون. ما هو بسر. اجمعوا هذه الحقائق. اجمعوا هذه الحقائق وهو يعلم وهو يعلم ان الارهابيين على صله بالبعثيين فالجرائم الارهابيه كانت مشتركه ما بين الارهابيين المتدينين المتشرعين السنه وما بين البعثيين اللعناء المجرمين كان التعاون واضحا وواضحا جدا الا يصب هذا الموقف في خدمه البعثيين ايضا ايه فتوى اصدرها السيستاني لصالح الشيعه لن ننسى الموقف السخيف له ولمراجع النجف مما جرى في سامراء إن كان ذلك في التفجير الأول، أما في التفجير الثاني فقد أمرهم أن يكتموا الخبر، ولذا فإن الشيعة لم تطلع على خبر التفجير الثاني والتفجير الثالث في سامراء، لأن السيستانية هو الذي أمرهم بكتمان الخبر. حتى صديقه، صديقه المرجع الذي كان في قم أمير زجواد التبريزي الذي يشارك الخوئي في فتواه في قضية العبث بالأدبار والذكور والفروج مر علينا يوم أمس حتى هذا فقد أرسل رسالة إلى صديقه السيستاني من قم إلى النجف قرعه فيها وأهانه لموقفه السخيف من مساله تفجير سامراء نحن لا نذكر شيئا من فتاوى السيستاني قدم فيه خيرا للشيعه ذكروني ذكروني ستقولون انها فتوى الجعاد الكفائي ذبحتمونا بهذه الفتوى، هذه الفتوى ما هي سيستانية. هذه الفتوى خامنئية إلى النخاع وبامتياز. لكنها صدرت من الأجواء السيستانية. الذي أدار المعركة ضد الإرهاب في العراق الإيرانيون. قاسم سليماني. هذا أمر يعرفه الجميع هذا أمر يعرفه الجميع الذي أدار المعركة قاسم سليماني والفتوى خامنئية بامتياز ولذا فإن السيستانية أطلق الفتوى عبر عبد المهدي الكربلائي بكلام شفهي لو كانت هذه الفتوى قد صدرت بالفعل من السيستاني في وقت صدورها ربما بعد ذلك كتبوها طبعوها ولكن في وقت صدورها ليس منطقيا ان الفتوى تكون صادره منه وهو مقتنع باصدارها ولم يكن قد كتب ذلك هذا امر غريب غريب جدا الذين يعرفون طريقه تعامل المراجع في مثل هذه الامور لن يصدقوا لن يصدقوا ان المرجع اتخذ قرارا باصدار فتوى بهذه الاهميه وهو لم يكن قد كتبها وانما يخرج شخص يتحدث عنه ينقل الفتوى بلسان شفهي والتعبير من عنده من عند عبد المهدي الكربلائي لانه لم يكن قد قرأ نصا لفتوى مكتوبه بين يديه اذا كان هناك من نص لفتوى قد قراه عبد المهدي الكربلاء اين هو اين هو لا تقولوا بان اسئله وجهت بعد ذلك لمكتب السيستاني واجاب عليها انا لا اتحدث عن هذه المسائل انا اتحدث عن الفتوى نفسها هذه الفتوى خامنئيه بامتياز وقاسم سليماني جاء الى النجف والتقى بالسيستاني واقنعه بالموضوع اقنعه ان يتبنى الفتوى الخامنئيه فتبنى السيستاني ذلك ولهذا حدث خلاف كبير في النجف ما بين السيستاني وسائر المراجع هو لم يستطع ان يخبرهم بأن الفتوى ليست منه وإنما هي من الخامنئي حدث خلاف كبير صحيح أن الخلاف لم يترجم بكلام مباشر فيما بين المراجع وبين السيستاني لكنهم ترجموه بالعمل من بعد الفتوى فإن مراجع النجف أخذوا أخذوا كل واحد منهم يعلن ثبوت رؤيه الهلال قبل الفتوى ما كان احد من المراجع يتجرا ان يعلن هذا وانما يكونون تابعين للسيستاني فمتى ما اعلن ثبوت رؤيه الهلال اعلنوا معه ولكن بعد صدور الفتوى لأنه لم يراجعهم في الأمر لأن الفتوى لم تكن من عنده لم تكن من عنده هذه فتوى خامنئية بإمتياز سليماني جاء إلى النجف وأقنعه أن يعلن الفتوى الخامنئية ولكن عبر مؤسساته وهذا هو الذي حدث وهذا هو الذي حدث لان الخامنئي يعلم ان فتواه لن تؤثر في الاجواء العراقيه مثلما يؤثر كلام السيستاني في شيعه العراق ولذا حدث هذا الخلاف وهذا الانفصام هذه كواليس النجف انتم لا تعرفونها انتم مسخره انتم مسخره انتم مضحكه انتم حمير للمراجع ولاصحاب العمائم اخاطب شيعه العراق من كبيرهم الى صغيرهم هذه هي الحقائق التي جرت ومن هنا فان المراجع أعرض عنه فبدا كل مرجع يعلن موعد العيد بحسب ما هو يعتقد بحسب ما يرى كانوا دائما قبل صدور الفتوى اذا ما صدر شيء من مكتب السيستاني فانهم جميعا يؤيدون ما صدر من مكتب السيستاني يصدرون بيانات ولكن بعد الفتوى لم يفعل احد منهم ذلك. عودوا وانظروا في الوقائع انا لا احدثكم عن تحليل انا احدثكم عن معلومات دقيقه وعن حقائق تتحرك على ارض الواقع. خصوصا محمد سعيد الحكيم هو اول من اعلن خروجه عن طاعه السيستاني بعد ان كان يظهر الطاعه والتسليم لمرجعيه السيستاني وتبعه بعد ذلك بشير النجف والاخرون هذا هو الذي جرى في النجف ولا زال يجري هناك فيديو لمحمد الغريفي من حوزة قم يتحدث عن هذا الموضوع لكن هناك ما هو قبل وهناك ما هو بعد أتمنى عليكم أن تدققوا النظر الى لغه الجسد والى طريقه الحديث في هذا الفيديو وهو يحدثنا عن قاسم سليماني وعن فتوى الجهاد الكفائي. من الامور المهمه التي فعلها الشهيد قاسم سليماني ذهب الى السيد السيستاني وتكلم معه على اصدار فتوى الجهاد الكفائي. وبحضوره كتبت الفتوى. هذا سمعت الخبر عن طريق الشيخ اسد قصير وعن طرف اخر عن طريق محمد رضا السستاني ابن. يقول السيد محمد رضا انا بنفسي تكلمت مع السيد السستاني باصدار فتوى الجهاد رفض، ولكن عندما جلس معه الشهيد قاسم سليماني اقنعه بلزوم أصدار هذه الفترة. لا اريد ان اوثق كل كلمه قالها ولكن المعنى الاجمالي صحيح. المعنى الاجمالي صحيح من ان قاسم سليماني هو الذي كان وراء فتوى الجهاد الكفائي. سيكذبون هذا الكلام، سيرفضونه، كثيرون يعرفون هذه الحقيقة. هذا الفيديو قبل العلس، قبل أن يعلسه محمد رضا السيستاني. سأعرض لكم الفيديو الثاني بعد العلس، بعد أن قام محمد رضا السيستاني بعلس محمد الغريفي. رجاء أن انظروا الى الفيديو ودققوا في طريقه الحديث ولغه الجسد وستكتشفون بان الفيديو الثاني ليس حقيقيا ليس حقيقيا لا اقصد ان الفيديو ليس حقيقيا وانما الكلام الذي يقوله ليس حقيقيا لان الكلام الحقيقي هو الذي قاله في الفيديو الأول رجاء اعرضوا لنا فيديو محمد الغريفي بعد العلس بسم الله الرحمن الرحيم انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صغير لي أتحدث فيه عن بعض منجزات الشهيد الفريق قاسم سليماني رحمة الله عليه وهذا المقطع أخذ من محاضرة لي في مركز الإمام الخميني قم المقدسة ذكرت فيه نقلا عن مصدرين أن نجل السيد السستاني قال أنه حاول إقناع والده المرجع الأعلى حفظه الله بإصدار فتوى الجهاد الكفائي عند احتلال داعش لمحافظات عراقية إلا أنه لم يقتنع بذلك ولكن الشهيد قاسم سليماني التقى بالسيد المرجع وأقنعه بإصدار تلك الفتوى وللتوضيح أقول للمشاهدين الكرام بأن هذه الحادثة سمعتها من شخصين ولم أطلع عليها بنفسي ونقلتها من باب حجية قول الشاهدين أو حجية خبر الثقة على أقل التقادير ولكن بعد التواصل مع مكتب سماحة السيد السيستاني دام ظلة تم نفي الخبر ولا صحة لهذا الكلام من الأصل ولذا أسحب كلامي السابق وأعتمد على جواب مكتب سماحة المرجع دام ظلة لأن أهل البيت أعلم بالذي فيه وأتقدم بالعذر إلى سماحة المرجع على السيد السداني دام ظله وإلى من استمع وشاهد المقطع المذكور أعلاه والعذر عند كرام الناس مقبول الدكتور السيد محمد مريفي أستاذ الفقه السياسي والعلاقات الدولية في حوزة القوم المقدسة والجامعات الإسلامية والعذر من المعلوس عند كرام الناس مقول أحمد الشريفي من الألسنة التي تتحدث كثيرا في مديح السيستاني عبر قناة الرشيد يحدثنا عن أن السيستانية هو الذي كان وراء إرجاع ضباط كبار من فدائي صدام إلى الحكومة الحالية لا لا أنا يعني ويا المرجعية لا زلت جدا والمرجعية علاقة بها جيدة جدا لكنه آني يعني أشكلت على الأداء السياسي بالمناسبة مرجعيتنا لطالما اكدت على ضروره عوده الضباط ومحمد عبد الله الشهواني يسمعني كنت اروح لمحمد عبد الله الشهواني اقول عندنا ضباط ذولا رفاق حزبيين درجات عاليه دا يخشون يرجعون خشيه من بدر لانه كانت تقريبا بدر تسيطر على عوده الضباط خشيه من بدر رحنا لمحمد عبد الله الشهواني واوجدنا لهم قناه للعوده والان عندنا ضباط قوات خاصه برتب رفيعه يسمعوني ما اذكر اسمائهم عودناهم عن طريق محمد عبد الله الشهواني ورجع وبالمناسبه عن طريق محمد عبد الله الشهواني بمباركه المرجع المرجعيه, المرجعية قال ترجعون قال هذا خطا ايش ذا يسوون الامريكان هذا راي المرجعيه السيد الثاني قال ايش يسوون الامريكان شو يحلون الجيش شوف كان معارض قسما بالله كان معارض جدا واعطانا الضوء الاخضر بالتحرك بمرونه انه رجعوا الضباط، والان منهم منهم كانوا في يوصل صدام يعني مو فقط مشغول بالاجتثاث وانما يعتبروا من الاجهزه القمعيه، تمكننا رحنا نرجع الى الان هذا مزاجها في نعم. تقويه الجيش الى الان اللي يدق على عادة يعني اعاده هيبه الجيش العراق المرجعية وانا ليش مطمئن طيب. اقول لك؟ لانه حتى في وقت انسحابي بقت المرجعية دعمتنا وراعيتنا وقالت قال هم يؤمنون بشرف العسكرية أدري السيستان يؤمن بشرف العسكرية أبوه كان جنرال مثلا كان قائد القوة الجوية هو مثلا عميد في الجيش العراقي هو شو معرفة بشرف العسكرية الجيش العراقي جيش مجرم 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 من الذي ذبح العراقيين حوادث الانفال حيث دمروا الاكراد وقتلوا الاعداد الهائله منهم انه الجيش العراقي من الذين قتلوا اهل الاهوار واحرقوا الاهوار انهم الجيش العراقي من الذين ذبحوا الناس وأعدموهم بالمئات في الانتفاضة الشعبانية إنهم الجيش العراقي من الذين هجموا على كربلاء هو النجف ودمروا كربلاء إنهم الجيش العراقي الجيش العراقي تأريخه أسود الجيش العراقي جيش مجرم لقد اجرم بحق الشعب العراقي كثيرا 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 جرائمه بحق الاكراد لا تعد ولا تحصى واما جرائمه مع الشيعه فهي فوق حد التصور وجرائمه مع الدول المجاورة كذلك مع إيران مع الكويت مع كل مكان استطاع الجيش العراقي أن يصل إليه جيش مجرمون جيش عقيدته بعثية قذرة وهذا الأمر يتركز عند كبار الضباط لماذا يحرص السيستاني على إعادتهم وقد أعاد فدائه صدام أعادهم هذا الذي يحصل في العراق كله بسبب السيستاني بسبب مخططاته القذرة وبرامجه الفاشلة وهو يضحك عليكم ويقول من أنه لا يتدخل في الأمور السياسية كذاب والله كذاب يتدخل في صغائر الامور وكبائرها صحيح لا يستقبل السياسيين بشكل مباشر لكن ولده محمد رضا يلتقي بالسياسيين ولده محمد باقر يلتقي بالسياسيين وكلاؤه كعبد المهدي الكربلائي واحمد الصافي يلتقون بالسياسيين وينقلون ما يريدون الى السيستاني بنحو مباشر كذاب هذا الرجل يتدخل في كل صغيره وكبيره الاغا يؤمن بشرف العسكريه هذا هو الفساد الذي يجري في الواقع العراقي ويا ايها الشيعه ويا ايها العراقيون لا تتوقعوا أن خيرا سيصيب العراق ما دام الأمر بيد السيستاني وأولاده وأصهاره سيقودونكم من مهلكة إلى مهلكة ومن مفسدة إلى مفسدة ومن مضلة إلى مضلة من مضلة من ضلال إلى ضلال الحكاية طويلة طويلة وطويلة جدا فعق الشيخ علي وهو فرح يحدثنا عن أن السيستانية يريد إرجاع محمد مهدي صالح أهراوي الذي كان وزيرا للتجارة أيام البعثيين رجاءً اعرضوا لنا الفيديو بعد سقوط صدام بال 2003 صارت ازمه بالعراق خاصه المواد الغذائيه والحصه التموينيه وصارت خربطه بالوضع بشكل كامل السيد السستاني الله يحفظه مرجع اعلى قال انا المكتب اعلن هذا الشيء انه نقترح تاتون بوزير التجاره بعهد صدام حسين اللي هو اقدم وزير و17 سنه وزير تجاره محمد مهدي محمد صالح تجيبوه هذا بالعهد الجديد يبقى وزير تجاره فاستغربت الناس قالوا هاي شلون بعثي واحنا ضد النظام وامريكا ازالت النظام ونجيب محمد مهدي صالح شلون <applause> قال لانه ما لي علاقه انا بعثي لو مو بعثي هذا اولا نزيه ثانيا كان يفتر على كل دول العالم يجيب مواد غذائيه ثالثا كان مشبع الشعب العراقي فانت الان بحاجه الى ليش تطلع وظل محمد مهدي صالح حتى هذه اللحظه يفتخر كلما تحدثت معه انت يقول لك والله هاي فتوى السيد السيستاني وقرار مكتب السيد السيستاني الله يحفظه انه تاج اخليه بجيبي وعلى راسي واحترمه لانه هكذا اشاد به محمد مهدي صالح الراوي بعثي الى النخاع. انا اسال السيستاني هل انت عاقل تريد ان ترجع محمد مهدي صالح الراوي حتى وان كان نزيها كيف يستطيع ان يعمل في وسط حكومه فاسده بغض النظر عن بعثيته ثم هذه الحكومة الفاسدة أنت الذي أيتها أنت الذي أيتها هؤلاء الفاسدون من حزب الدعوة وسائر الأحزاب الشيعية الأخرى هؤلاء الفاسدون كلما تأتي الانتخابات ويعرض الناس عن انتخابهم ما إن يشعر السيستاني بالخطر من ان الفاسدين لن يصلوا الى الحكم الا وترتفع الاصوات من المساجد والحسينيات الشيعيه بامر المرجعيه ان ينتخبوا هؤلاء الفاسدين الحكايه هي الحكايه كيف يكون منطقيا ان تاتي بوزير بحثي سابق كي يكون جزءا من حكومه موجوده الان، اي منطق هذا؟ ما هذه التفاهه؟ ما هذه السفاهه؟ اذا كنتم عاجزين عن ان تديروا امور البلاد، لماذا تتصدون لها؟ لماذا تتصدون لها؟ اذا كانت الاحزاب الدينيه التي تؤيدونها احزابا فاسده انهم مجموعه لصوص كحالكم انتم انتم لصوص في النجف وهم لصوص في بغداد فكيف يستقيم هذا الامر وبالمناسبه فان محمد مهدي صالح الراوي في مقابله معه على قناه العربيه في برنامج الذاكره السياسيه وليس بتاريخ بعيد في الشهر التاسع سنه 2022 حينما سأله الذي يجري المقابله معه كيف خرج من السجن فإنه ارجع الامر إلى السيستاني السيستاني هو الذي أخرجه من السجن إنه يراعي البعثيين يتابع أمورهم رجاء أعرضوا لنا الفيديو مع الوزير لم تحصل وساطات إقليمية أو دولية لإطلاق سراحك مع كل علاقاتك المعروف فيها سابقا على الأقل إقليميا يعني مع دول عربية والله أنا ما عرفت بالمعتقل عدا التصريح اللي جاني من السيد السيستاني رجاء أعيد بث الفيديو كي تتضح الصورة عند المشاهد مع الوزير لم تحصل وساطات إقليمية أو دولية لإطلاق سراحك مع كل علاقاتك المعروف فيها سابقا على الأقل إقليميا يعني مع دول عربية والله أنا ما عرفت بالمعتقل عدا التصريح اللي جاني من السيد السيستاني. ماذا تقولون؟ ماذا تقولون أنتم؟ هل فعلا ان السيستاني حريص على مصلحه العراقيين ان يعود محمد مهدي صالح الراوي للوزاره وللحكم اذا كان السيستاني بهذا الفكر وبهذه النية فلماذا فلماذا لا يقبل احدا في مؤسساته إلا أن يكون سيستانيا صرفا لأن الموازين عند مراجع النجف وكربلاء لا علاقة لها لا بالدين ولا بالكفاءة ولا بالإخلاص ولا بالنزاهة العلاقة مع المرجع الولاء وإن كان ذلك الإنسان مأبونا وإن كان ذلك الإنسان قوادا وإن كان ذلك الإنسان ساقطا بكل معاني السقوط اخلاقيا دينيا اجتماعيا ما دام ولاؤه للمرجع فهذا هو الذي سيقدم على الجميع هذا هو منطق المراجع الذي نعرفه في النجف وكربلاء بالضبط مثل ما قال امامنا الصادق في وصف هؤلاء المراجع اللعناء في روايه التقليد إنني أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه هذه طبعة ذوي القربة الطبعة الأولى قم المقدسة في الصفحة الثالثة والسبعين بعد المئتين إمامنا العسكري يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله عليهما الإمام الصادق يخبرنا عن أهم مواصفات مراجع الشيعة الذين هم اضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي واصحابه فيقول من انهم يهلكون من يتعصبون عليه وان كان لاصلاح امره مستحقا يتعصبون عليه لانه يخالفهم حتى لو كان على حق فإنهم يهلكونه يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له من ولاؤه لهم وإن كان للإذلال والإهانة مستحقا إنني قلبت التأريخ أتحدث عن تأريخ المرجعية بحدود المصادر المتوفرة لدينا وقلبت الواقع الشيعية كي أجد مرجعا شيعيا طوسيا واحدا لا يعمل بهذا البرنامج وحق الزهراء ما وجدت واحدا وحق الزهراء ما وجدت واحدا لأن الجميع يعملون بهذا البرنامج من كبارهم الى صغارهم. من الاعلى الى الاسفل. من اولهم الى اخرهم، الجميع يعملون بهذا القانون. وعلى راسهم السيستاني يهلكون يهلكون من يتعصبون عليه وان كان لاصلاح امره مستحقا. ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة الذي يعرف من هؤلاء المراجع هذا الحال كيف يصدق بأن السيستانية حريص على العراقيين كي يعيد لهم محمد مهدي صالح الراوي إنه حريص على العراقيين هذه نصره للبعثيين انه يجمع اجزاء البعثيين بهذه الاساليب الشيطانيه الخبيثه يجمعهم من هنا ومن هنا والا لماذا يرجع في فداهي صدام لماذا هؤلاء ألم يجرموا بحق العراقيين؟ أكانوا أيضاً يقدمون الخدمات الجليلة للعراقيين؟ هو لا يعبأ بالعراقيين ولا يعبأ أن محمد مهدي صالح كان نزيها أم لم يكن هو يريد البعثيين أن يعودوا ولكنه لا يستطيع أن يصرح بذلك فإذا استطاع أن يعيد فدائي صدام أعادهم وقد أعادهم أعادهم وإذا استطاع أن يعيد كبار الضباط في الجيش العراقي لأن جنابه يؤمن بشرف العسكرية أبوه كان قائد القوة الجوية وجده كان من الجنرالات الذين قادوا الجيوش في الحرب العالميه الثانيه ما هو شرف العسكريه؟ واي شرف للعسكريه في الجيش العراقي المجرم؟ اي شرف هو؟ الجيش العراقي عبر تاريخه عبر تاريخه حينما يقاتل الاعداء يهزم وحينما يتوجه الى الشعب العراقي يذبح الشعب العراقي، كان ينتصر على الشعب العراقي فقط. حينما يقاتل الاطراف الخارجيه فانه يعود مهزوما. هل نسينا الحرب العراقيه الايرانيه؟ وماذا فعل الايرانيون بالجيش العراقي؟ هل نسينا الحرب الامريكيه حينما احتل العراق الكويت كيف ان الجنود الامريكيين يدوسون ببساطيلهم على رؤوس ضباط الجيش العراقي هل نسيتم هذه الصور التي كانت تبث على شاشات التلفزيون هل نسينا هذا اذكروا لي معركة واحدة حقيقية انتصر فيها الجيش العراقي مع عدو خارجي لا ان تضحكوا علينا بانتصارات صدام التي لا حقيقة لها اذكروا لي معركة واحدة انتصر فيها الجيش العراقي مع عدو خارجي لا توجد معركه واحده لكن حدثوني عن الجرائم الطويله العريضه التي قام بها الجيش العراقي منذ تاسيسه لا اتحدث اليوم منذ تاسيسه في ايام الملكيه اليس الجيش العراقي هو الذي ذبح عشائر الفرات الاوسط انها المذابح الطويله العريضه احرق القرى واعتدوا على النساء وهتكوا الاعراض الجيش العراقي نفسه. انا لا اريد ان اتحدث عن التاريخ الاسود للجيش العراقي. جرائم الجيش العراقي ماذا فعلوا بالعائله المالكه؟ لقد سلموا انفسهم للجيش العراقي، ذبحوهم جميعا ذبحوهم جميعا. ما تركوا منهم طفلا صغيرا وهم قد خرجوا إليهم كان الملك فيصل الثاني يحمل قرآنا بيده والعائلة المالكة التي حكمت العراق ما أجرمت بحق العراقيين أساءوا في الحكم ظلموا هذا أمر يفعله الجميع لكنها ما اساءت في حق العراقيين بالقياس الى الحكومات التي جاءت من بعدهم تاريخ اسود تاريخ اسود جناب الاغا يريد ان يرجع الجيش العراقي لانه يؤمن بشرف العسكريه كما يقول احمد الشريفي هذه عوده للبعثيين هذا الدجال الشيطان يريد ارجاع البعثيين بايه صوره ونجح في ذلك لقد رجع البعثيون بوجوه عديده البعثيون الان هم الذين يتسيدون المشهد خصوصا في الاوساط السنيه وحتى في الاوساط الشيعيه في المحافظات الشيعيه لكن في الاوساط السنيه البعثيون هم الذين يتسيدون المشهد. لولا 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 دعم السيستاني ما استطاع البعثيون ان يتسيدوا المشهد حتى في الاوساط السنيه. نذهب الى فاصل. كلامنا حول علاقه السيستاني بالبعثيين لم ينتهي. وقت الحلقه انتهى. التقيكم غدا كي احدثكم عن هذا المرجع الشيطان عن دجال سجستان. لا زال الكلام كثيرا لا زال الكلام كثيرا مع انني اوجز واوجز واوجز واختصر واختصر واختصر. نلتقي غدا ان شاء الله تعالى على امل ان تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي. اسالكم الدعاء جميعا في امان الله.